أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة ولدي 5 أطفال، أكبرهم في 13 وأصغرهم في 4، لقد ربيتهم منذ نعومة أظفارهم واجتهدت في تربيتهم، ومع ذلك لم أفلح فيهم، إنهم يتكاسلون في صلواتهم وفي واجباتهم الدينية والدنيوية، مع أني لوحدي التي آمرهم وأنهاهم من غير أبيهم، فهو قل ما يأمرهم أو ينهاهم، لهذا تثور أعصابي عليهم وأضربهم بشدة، ثم بعد هذا أرجع وأندم على ضربي، فأرجو أن ترشدوني جزاكم الله خيرا. نرشدك إلى الصبر والاحتساب والاستمرار في أمرهم والتأكيد عليهم في الصلاة، وهذا لا بد فيه من الصبر ولا بد من الاستمرار، وأنت على أجر إن شاء الله. ويجب على أبيهم أن يشارك في أمرهم ونهيهم وتربيتهم، هو المسؤول الأول، الأب هو المسؤول الأول، لا يجوز له أن يترك واجبة، لكن إذا ترك واجبة فأنت لا تتركين واجبك، جزاك الله خيرا، واستمري ولا تيأسي، وأنت على أجر إن شاء الله.